قد يرفع ايده يقول يسوع اتعصب، يسوع اتعصب. هنا كده وهنا على ايديك الناس اللي واقفه، ارفع ايدك كده، ارفع ايدك كده، قول ده يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا. بص يا انت وانت رافع ايديك كده، اسمع، ربنا بيحرك تحرير كامل. بص حصاد، ده حصاد شهور عدل، كل عينك سجاد. وكم ولاعة، كل حد بيرمي ولاعة على الكبريت ما بنستخدمهاش ابدا، بنحطها هنا، والجلطونة دي مخليينها فوق، بنصلي لأجل الناس دي. فناس كتير جت الكنيسة الرسولية في مقام رمت علبة السجاير، بطلوا السجاير وخدوا كلب جديد، كم السجاير ده الناس ربنا حرمهم منهم. لا لا لا، ده اسمع، ونفسي أوصل الرسالة، لأن احنا هنا في الكنيسة مش بنعمل حاجة غلط، ده احنا بنساعد الناس. ناس بتاعت مخدرات رموا حشيش وطلعوا فوق امور افيون وحاجات اول مره اشوفها، والرب حررهم، لا راحوا بمصحه ما راحوش مصحات، وبعد ما كانوا محتاجين تغيير دم ولا غيروا دم، يسوع غير الدم وغير الغلطه، ويسوع بيخلق خليجه جديده هنا. هللويا هللويا، ربنا اتعظم يا اخوه. كم حد جاي بأزمة هنا؟ كم حد جاي بمشكلة؟ عارف عندنا كم إحجاب وقت رهيب، بس أنا ما خليتك تشوف السجاير هنا، كل اللي رمى عليه السجاير النهاردة باسم يسوع المسيح مفيش رد عليها، وأنا متأكد أصحاب العيادات اتكتب أساميهم في سفر الحياة، هنهتف وكف نصرة. حد يقدر يقول كلمة يسوع بس؟ حد يعرف يقول يسوع بس؟ Yeah.
بيعمل معجزات هنا؟ مين يعرف يحييه؟ اللي بيقرب لنفسك يا اخوه. ربنا بيظهر للكل، ربنا بيتراءى للمسيح وللمسلم ولكل الناس وكل الاديان. انت بس تطلبه وكل عايز اشوفك يا رب، يجي لك عن طريق حلم، يجي لك في الخلوه بتاعتك. فانا عايز امجده واحييه واديله كل المجد. انت مين؟ تبع مين؟ الورقه باسم مين؟ زياد؟ انت منين؟ احتر. اسمع، بتقول زياده مين؟ وانا ديك. بتقول كان عنده 17 سنه وكان بيرجع على طول طول الوقت. ليه كم سنه بيرجع؟ ثلاث سنين. وعملت، بتقول عملنا مناظير كثيره. عمليه، وما كانش عنده عمليه وتحاليل وساعات وكل اي حاجه عملناها. كانت السنة 15 من اسبوع بس، جينا هنا ولد المنع والتربيع وما فيهوش اي حاجه خالص. هللويا. لفت كتير، بتلف الثلاث سنين. والله العظيم ما كناش نعمل ايه؟ اسبوع بس جينا عفوا عن ورا خالص، بفضل ليك ولربنا يسوع. هللويا، بفضل الله يسوع. وبيقول كنت تعبان جدا ولا قادر اكل ولا قادر اشرب من تعب معدتي. صلى للقسيس رفعت ورحت عملت التحاليل، الدكتور قال لي الجرثومه انتهت. واشكر الرب يسوع، معدتي خففت وبالمجد تطهرت. هللويا هللويا. جنى هنا؟ جنى انت منين؟ من ساحة صغيرين. أنا بنتي كانت بتقطع كتير، وآخر مرة كذا رحنا كذا مرة للدكاترة، آخر مرة جينا في عملية الفم، بعد ما جينا محل الطب صلت عليها، رحنا تاني يوم للدكتور ما بيجيش مصدق، يعني مستقلب، يقول أنا لولا ما شاف عليها كذا مرة ما كنتش مصدق اني فاتت التحاليل دي. والحمد لله يعني. يعني كانوا محددين لها عمليه في الفم صح؟ وبعد ما راحت للدكتور ومحددين العمليه، شاف الاشعاعات والتقارير وقال لها الفك، هي زي ما بتقول ما كانش مصدق ان الفك رجع طبيعي، وتم الغاء العمليه ويسوع عمل العمليه لبنتها. مين اللي بيشكر هنا؟ مين يعرف يحييه تحية كبيرة؟ واحدة تقول جاية من الغسالة تيجي من برا وتمشي أو هو بيرفض على طول، وهي الحمد لله دلوقتي واتخطبت. هللويا مبروك. هللويا. فين مارتينا بطرس؟ مرتينا انت منين؟ العزية. العزية؟ اسمع بتقول كده. كنت بشكي من شهر 2 13 12 وبعد ما وجعت ابني بعدها بست ايام بصداع شديد، ورحت المستشفى اتحجزت 5 ايام في سانت ماريا. رجعت وتحللت طلعت من عيني شرط في المخ.
بعديها كنت تعبانه خالص برضه العلاج ولا كاني باخد. كان جنبي اليمين كان دايما كان بيضه وكنت ببقى تعبانه ما كنتش بقدر اقوم ولا كاني. بس بعديها جيت يوم 28/1/2024 جيت صليت هناك في القاعه للجسيس رفعت جرانا صلى هناك في القاعه الجامعيه وكل اللي عنده امر يحفظ قدام ربنا. وبعد ما طلعت هناك تعمل اشعاعات وتحاليل وهتبقى سليم. بالفعل شهر 2 رحت عملت الاشعاعات، الاشعاعات طلعت نظيفه وما فيش اي عيب. بس الاول لما كنت تعبانه كنت بفكر في الانتحار، ما كنتش قادره استحمل شديه الصداع. وبالفعل ان انا دلوقتي بقيت كويسه من الحمد اللي فات ده رب العباد. هللويا. كنت كيف بقول يا بنت؟ تعالى قول لي. انت كنت بتقولي جلطه؟ كان في جلطه. كانت فين؟ جلطه في المخ. مين اللي بيشرب الجلطه هنا؟ اللي يشرب بيشرب يا حلو يا سوء حد يقول يا انت؟ انا بصدق ربنا اللي شاف الناس دي وشهد المعجزات هتيجي وتحكوا اختبارات عظيمه في الايام الجايه. امين؟ حد يرفع ايده يقول يسوع اتعصب. يسوع اتعصب. ايه اللي بتقف على ايديك الناس اللي واقفه؟ ارفع ايدك كده، ارفع ايدك كده، قول ده يعظم انتصارنا. يعظم انتصارنا. يعظم انتصارنا. بص يا اخوان ارفع ايديك كده، اسمع ربنا بيحرك تحت الكام. بص حصاد ده حصاد شهور عدت، كل عين بتسجل. أنا عايز أحيي الرب الأزمة العجيبة. ده حصاد ناس كتير، عين بتسجل عدد كبير جدا. مش عارف أديكم أنت 150 عين بتسجل وكم ولاعة، كل حد بيرمي ولاعة على التبريد ما بنستخدمهاش أبدا، بنحطها هنا والكرتونة دي مخليينها فوق بنصلي لأجل الناس دي. فناس كتير جت الكنيسة الرسولية في مقام رمت علبة السجاير، بطلوا السجاير وخدوا كلب جديد. كم السجاير ده الناس ربنا حرروا منهم. لا 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 ده اسمع، ونفسي أوصل الرسالة لأن احنا هنا في الكنيسة مش بنعمل حاجة غلط، ده احنا بنساعد الناس. ناس بتاع مخدرات رموا حشيش وطلعوا فوق امور افيون وحاجات اول مره اشوفها، والرب حررهم. لا راحوا لمصحه، ما راحوش مصحات، وبعد ما قالوا محتاجين تغيير دم ولا غيروا دم. يسوع غير الدم وغير الغلبه، ويسوع بيخلق خليقه جديده هنا. هللويا هللويا. ربنا اتعظم يا اخوه. كم حد جاي بازمه هنا؟ كم حد جاي بمشكله؟ عارف عندنا كم احجاب ضغط رهيب، بس انا ما خليتك تشوف السجاير هنا. كل اللي رفع علبه السجاير النهارده باسم يسوع المسيح ما فيش رد عليها. وانا متاكد اصحاب العيادات اتكتب اساميهم في سفر الحياه، هنهدف وكف نصره. حد يقدر يقول كلمه يسوع بس قبل ما تقول الازمه؟ انا عارف انت عايز كده لما نسمع من بدري، بس انا عايز اقول يسوع بس. حد يعرف يقول يسوع بس؟ Thank you.
بص يا اخوة، النهاردة اخر اسبوع، فهصلي للناس كلها، بس انا هعمل حاجة، هصلي فوق، بس هيبقى الصلاة نظام مجموعات، بس هاخد في البداية محافظات البعيدة، وبعد كده هقول لكم نظام المجموعات هيمشي ازاي. احنا عندنا ناس اللي هيدخلوا في البداية اللي حبوا المعجزات، دول هنبعتهم. بعديها الناس اللي هم من بره مصر، في ناس من دولة الكويت، أكرم سامي، أكرم موجود، أكرم طيب موجود كمان، فين الكويت برضه، دولة الكويت اللي هو نادر عياد، نادر موجود، في مين بتاع فرنسا هنا؟ بتوع فرنسا موجودين الاثنين؟ موجودين؟ ارفع ايدك موجودين. طيب بتوع فرنسا والكويت هيدخلوا، وبعديها نبدا محافظات بحر لانهم اجل، وبعديها ابدا في محافظات جبلي، بعدين محافظه اسيوط. دول بطايق بحر، بطايق جبلي كتار، مش هنجحهم البطايق بتاع جبلي بس موجودين، وكل بطايق اسيوط موجوده. النهارده هنصلي وهنصلي للكل. بص لما تطلع تصلي فوق وتطلع عشان ما فيش وقت، مش عايزك تحكي في اي حاجه، هصلينا وتنزل على طول، وانا متاكد انت مروح ان احنا صلينا في الاجتماع. لو حاسس رقمك بعيد ومش تقدر تنتظر، ممكن تاخد صلاه الاجتماع، خد بطاقتك وروح، ونشوفكم يوم 4/11. عايز اقول حاجه مهمه، احنا الصلاه في الكنيسه هنا مجاني، مش بنصلي بفلوس، مش بناخد فلوس من حد، والخدام اللي واقفين يخدموا دول بيخدموا مجاني، ما بياخدوش فلوس، ولو معاهم بيصلوا فالصلاه مجاني، ما بياخدش فلوس، بس لو عايز تدفع تبرع للكنيسه، يا اما تاخد وصل من امين الصندوق اللي لما منك العطا، يا اما تاخد وصل منه فوق. كنيسه بتجمع عشان بتبني الحته بدل المنبر دي عشان نوسع بيها الكنيسه، فلو هتدفع تبرع بتاخد قصاد مختوم بكلمه الكنيسه بالمبلغ اللي انت دفعته.